ويستضيف اليوم الاثنين أيضا اليوم الوطني لتحرير كوريا الجنوبية، وهو التاريخ الذي تم فيه تحرير شبه الجزيرة الكورية من الحكم الاستعماري الإمبراطوري الياباني. قبل يوم واحد من الاحتفال بالعيد الوطني لاستقلال كوريا الجنوبية، أميط اللثام في مدينة أوستن عن تمثال برونزي جديد يجسد فتاة ترمز للمأساة التي عاشها ضحايا كوريا الجنوبية جراء العبودية الجنسية زمن الحرب، حيث تم بالقوة استغلال أكثر من 200,000 امرأة من قبل الجيش الإمبراطوري الياباني للعمل كعبيد جنس في بيوت الدعارة العسكرية، ولم يتبقى منهن سوى 20,000 على قيد الحياة بعد انتهاء الحرب، ويوجد حاليا 40% فقط على قيد الحياة، في حين لا يزال الكثير من أولئك النسوة يعانين من ألم تجارب المراهقة واستخدامهن كعبيد جنس للمستعمر الياباني، وكل ما يتمنينه هو الحصول على اعتذار صادق وتعويض عن ما لحق بهن من أضرار مادية ومعنوية من الحكومة اليابانية. لولا الدماء التي بذلها شهداء الوطن لما كان هناك اليوم كوريا الجنوبية. هذا هو المعنى الذي تجسده تماثيل السلام هذه. لم تتوقف اليابان عند إنكارها للفظائع التي ارتكبتها خلال الحرب فقط، بل تصر على اعتبار نفسها ضحية أيضا. إنها لا تزال تغطي عن جرائمها. يجب أن نطوف بهذه التماثيل في جميع أنحاء العالم للكشف عن جرائم اليابان أثناء الحرب.